حريف النهارده تقدر تقول عليه انه النموذج المثالي للاعب نص الملعب، اللاعب اللي تقدر تبني عليه، اللاعب اللي يقدر ينقل الفرقه، اللاعب اللي ممكن تقول عليه القلب النابض، اللي ممكن يكون موجود في كل حته في الملعب، اللي ممكن تلاقيه بيدافع وفي لحظه واحده يكون مصدر خطوره وممكن يكون بيسجل لك هدف. ابو السيد او فيجو الكره المصريه سيد عبد الحفيظ هو نجم الحريف النهارده ونجمنا في السادسه. وقبل ما نستمتع بلقطاته كان لعيب كبير الحقيقه في الملعب، خليني اتابع مع حضراتكم واشوف ارقام سيد اللي بالمناسبه الحقيقه تتجاوز بكتير جدا تقريبا كل الانديه المصريه. احنا بنتكلم على 34 ميداليه، 34 لقب حققهم سيد عبد الحفيظ في مشواره مع النادي الاهلي سواء كلاعب او كمدير كره. نشوف سيد عبد الحفيظ بالارقام مشواره مع الاهلي ومع منتخب مصر ونرجع نستمتع بلقطاته مع حضراتكم. سيد عبد الحفيظ واحد من نجوم النادي الاهلي في التسعينيات وفي اوائل الالفيه الجديده، والحقيقه يمكن كان لاعب زي ما قلت لحضراتكم يتمناه اي مدير فني. قدرات كبيره جدا اتمتع بيها سيد عبد الحفيظ في الملعب، والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم كان عنده، وعلى الرغم انه جسمه مش قوي جدا، لكن عنده مجموعه مهارات كبيره جدا. اولا سرعه وتسارع، وخد بالك انه في فرق كبير جدا بين السرعه وبين التسارع. سيد الحقيقه من اللعيبه النادره، اللعيبه المصريه عموما مش بس لعيبه النادي الاهلي، كان عنده الاثنين، كان لعيب سريع جدا وكان عنده قدره على انه يعني التسارع والاكسلريشن بتاعته كانت في اعلى مستوياتها، وبالتالي من الثبات يقدر يوصل لاقصى سرعه في اقل زمن ممكن، ودي كانت واحده من الحاجات اللي بيعتمد عليها سيد في اختراقاته وما اكثرها الحقيقه. ويمكن في اللقطات اللي حضراتكم هتشوفوها وتتابعونا معاها دلوقتي سواء في الكرات العرضيه او سواء في الاسيستس والثروهات او سواء في حتى الاهداف اللي بيحطها، وهو الحقيقه كان لاعب نص ملعب هداف، يعني هداف وايه؟ وهداف قدير كمان، لانه الاهداف بالنسبه لي مش بس اهميتها في عددها لكن اهميتها كمان في تاثيرها. وكم من هدف احرزه سيد عبد الحفيظ كان مسار تحول او كان نقطه تحول مش بس في نتيجه مباراه ولكن في نتيجه بطوله بحالها. طبعا دي لقطات سيد جوه الملعب، كان واحد من اهم اللعيبه اللي بتشكل مصادر خطوره، وكانت الناحيه اليمين تشهد الحقيقه او خط اليمين الملعب اليمين يشهد الحقيقه لتفوق سيد عبد الحفيظ في كل المناسبات دفاعا وهجوما. ودي قدره الحقيقه، يعني دايما معظم الحريفه اللي بنتكلم عليهم اللعيبه اللي بتمتع، اللعيبه اللي اصحاب المهارات، اللعيبه اللي عندها قدره على انها تصنع الفارق، دايما بتبقى مهاراتهم او قدراتهم الهجوميه اعلى بكتير جدا من الدفاعيه. عرضيات سيد كانت بلسم، يعني دايما تقدر تقول في معظم العرضيات اللي انتوا بتتابعوها سواء كانت على الارض او كور عاليه هتلاقيها انها بالسرعه المناسبه بالارتفاع المناسب في المكان المناسب، ودي الهديه طبعا اللي بيتمناها اي راس حربه. وسيد الحقيقه كان واحد من اكتر اللعيبه اللي عملوا اسيست لكتير من فراوده النادي الاهلي، حسام ماشي، علاء ماشي، علاء ابراهيم طبعا، علي ماهر برضو، كلهم استفادوا الحقيقه من قدرات سيد العاليه جدا في لعب الكرات العرضيه. ثروهات الحقيقه على الارض دي طبعا تصليحه كده لعلاء ابراهيم، بص الثرو ده لا يعني فنان، هو فنان الحقيقه. وطبعا ليه اهداف لا تنسى، يعني طبعا خد بالك رجل سيد عبد الحفيظ رجله اليمين بالذات كمان الحقيقه كانت مرزبه، يعني من اي حته لو الكوره جايه له يعني مرتاحه تاكد انه سيد من غير ما بيفكر واخد قرار التصويب، وكرة او السنس بتاع رجله
عارف بشكل كبير جدا كرة هاف فولي، كرة على الأرض، كرة عالية، قادر يخلص الكور الحقيقة بشكل أكتر من رائع. ومعظم أهداف سيد على ما أتذكرها يعني جت بتصويبات صاروخية زي ما حضراتكم شايفين. هدف واحد بس اللي بفتكره كان في بطولة دوري الأبطال مع سان داونز، هو ده الهدف اللي حطه براسه، والهدف ده كان بره ملعبنا. أما الهدف التاريخي طبعا اللي ما بنساهوش لسيد عبد الحفيظ هو هدفه، الهدف ده ليه ذكريات خاصة بعيدا عن أنه واحد من أجمل الأهداف اللي اتسجلت في بطولة أفريقيا للنادي الأهلي. دي الكرة اللي بقول لحضراتكم عليها، هدفه في سان داونز. وعلى الرغم من أنه الهدف ده ليه ذكريات خاصة، لكن بشوف الحقيقة أنه واحد يمكن من أجمل الأهداف اللي سجلها سيد عبد الحفيظ طول مشواره، وهو الهدف ده، هدفه في الترجي التونسي 18 نوفمبر 2001. ما بقدرش أنسى التاريخ، وده كان حريف النهارده سيد عبد الحفيظ. الحقيقه كان واحد من افضل لعيبه خط النص اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، وبعتقد انه كتير كمان هيتفقوا انه واحد من افضل مدير الكره اللي تولوا مسؤوليه اداره النادي او اداره فريق الكره في النادي الاهلي. نفكركم على الفيسبوك، نطلب منكم ونسالكم افضل الاهداف طبعا سجلها سيد عبد الحفيظ في مشواره مع النادي الاهلي، لاعب صاحب خبرات كبيره جدا. نتكلم على 6 دوري أبطال، 2 كلاعب و4 كمدير كره حققهم سيد عبد الحفيظ مع النادي الاهلي، رصيد كبير جدا من الخبرات، دوريات حدث ولا حرج، كاس حدث ولا حرج، سوبر افريقي وغيرها وغيرها من البطولات، 34 بطوله بالتمام والكمال، والبقيه باذن الله تاتي. سيد عبد الحفيظ فيجو الكره المصريه، كان الحريف في السادسه النهارده.